موضوع تاني يا منى حابين نتناقش فيه، موضوع الإيمان. إيه هو الإيمان في المسيحية؟ يعني مش هيبعدنا قوي عن اللي كنا نقوله شوية. أساسيس الرسولي في الرسالة الفصحية 9 باراجراف 11 أو العكس، لو أنا عجزت وبيت بنسى، بيقول كده إن التقوى والمعرفة أختان. اوكي، وفي الترجمة الأصلية في الإنجليزي هي الإيمان والتقوى أختان. بمعنى إيه؟ ما ينفعش أقول إن أنا بعرف ومش مآمن، أو مآمن ومش بعرف. بس ازاي الحياة التقوية هي المفتاح. قال ما صعب ان احنا نشوف واحد تقي غير مؤمن، او واحد مؤمن مش عايز يعرف او ما بيعرفش. طيب ايه علاقة ده بقى بان زي ما انت بتقولي ما هو الايمان؟ التعريف المشهور قوي بتاع القديس بولس الرسول، الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. لكن في حاجة تانية جميلة أوي وبسيطة خالص عشان نوصلها للناس. لو واحد جه قال لي دلوقتي إنه في حاجة هتحصل، حاجة معينة هتحصل، لو أنا صدقته حتى لو إشاعة، أنا عملت إيه؟ أنا آمنت، فجريت، خزنت أكل، خفت، مش عارف إيه، سبت إيه. فالإيمان ممتاز، هو تصديق ما أعلن. فأنا بسأل نفسي، أنا مصدق إلى الله قال ولا؟ أقول لك على آية جميلة قوي في خروج 24، إن هي جميلة جدا في تعليم الرباة، في تعليم ايه يا موسى؟ الرباة اليهوديين. ربنا قال لموسى خد هارون ونداب وأبيه 70 شيخ وحسبهم تحت الجبل، طلع فوق خد الوصية ونزل. لما نزل ذبح الذبايح وقسم الدم نصين، حط نص على المذبح يعني مذبح المحرقة، وساب النص التاني. تعالي الآية 7، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. دي المرة الوحيدة يقولوا الرباعي اليهود اللي جت كده. الطبيعي أقول لك هسمع وأفعل، هنا نفعل ونسمع. ليه قال كده؟ الوصية حسب برضو الفكر اليهودي بيقسموها لتلات أنواع: مش باطن، يعني وصية نقدر نقول عليها مفهومة، لا تقتل، حتى لو ماليش دين خايف من القانون هيحاسبني على القتل. النوع التاني يسموهم ايدوس، شهادات، ازاي نعيد عيد الفصح، ازاي فدي شهادة لحدث الله عمله معانا. تالت حاجة يسموها خاقيم أو أوامر، وغالبا أوامر مش مفهومة، زي مثلا لا تطبخ كليا بلبن أمه. لحد دلوقتي الوصية في الفكر اليهودي نافذة as it is. يعني يقولوا كده النوع الثالث اللي يعمله يبقى يهودي بالحق. ليه؟ لأنه قال أنا هعمل وهسمع بعد كده تعليقات أو تفسيرات من المعلمين، اقتنعت أو ما اقتنعتش، إيه القرار؟ نفعل ونسمع. فبقت إن الإيمان إنه هل الله تكلم يبقى هعمل، طب مش مقتنع هعمل، طب مش فاهم هعمل. ده مش إلغاء العقل، لكن تصديق أن الله تكلم. قال بعديها على طول إيه؟ فأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. أنه بقى الشعب تحت حماية دم الذبيحة، وفي العهد تحت حماية دم المسيح. based on what؟ إن المسيح قال. فأنا مصدق أنا مش مصدق. عشان كده مش غلط زي ما قلنا من شوية إن أنا أشغل العقل، لكن أشغله عشان أقتنع إن الله اتكلم ولا ما اتكلمش، ولا بشغله عشان أستمتع بالوصية. لما يجي المسيح كده يوحنا 12:50 وأنا أعلم أن وصاياه حياة أبدية، مش كلها. مين أنت اللي بتقول مش كلها؟ فأنا اللي بختار. وانا يقول اوصيمس كلمة حلوة قوي كده: حينما نختار بعض المقاطع من الكلمة المقدسة ونتجاهل البعض الآخر، نحن لا نعبد الله بل نعبد أنفسنا. كتير قوي بنعمل كده جوه الكنيسة، بختار شوية آيات أحطهم قدامي which is great، طب الآيات التانية اللي مش على مزاجي مثلا، اي أو اللي بتبكتني، أو اللي تقول لي وقف هنا أو ما بتعملش دي ليه، ما اجيبش سيرتهم. حتى لو انا خادم ما بجيبش سيرتهم في خدمتي، لانه
هيوجعوني. ساعات بيبقى في أشخاص بتجوز في خبرة معينة بتتعب فيها بسبب إنه بيبقى متخيل إنه عنده إيمان فإنه الله قال إنه أنا هشفيك أو أنا هحميك أو أنا هباركك، ودي كلها آيات بناخدها من الكتاب المقدس، وبعدين بيجي يصدم في إنه ده ما يحصلش في حياته. وكتير بنقيس إيماننا بالخبرات دي بالذات، إنه قد إيه أنا واثق في حماية ربنا أو بركة ربنا أو إنه لسه بيعمل معجزات أو إنه بيشفي أو. فإزاي نتعامل مع الإحباطات دي، وإزاي نصحح مفهوم الإيمان في دماغنا ونشوفه بشكل كتابي فنعرف نتعامل مع الخبرات دي يعني بشكل أحسن. يسنك إن كل عثرة نحو الله وراها فهم خاطئ لله أو فهم خاطئ لكلمة الله. زي ما حضرتك قلت دلوقتي بنسمع كتير ساعات في التلفزيون أو في كتب إن كل المرضى هيشفوا، اللي عنده إيمان النهاردة هيخف. فين ده في الإنجيل؟ ممكن أكون واخد قصة في حدث معين وأقول النهاردة كله كده. لازم أميز بين رسالة الله الحقيقية، حكاية بقى أنا ناخد آية وأعملها آيات منفصلة. ومنفصلة عن الفكر الإلهي الكامل. إحنا أكتر كنيسة في العالم تقريبا بتقول تصلي أبانا الذي، كل مرة بنصليها بنقول له لتكن مشيئتك. ولو بصلي لوحدي في البيت أنا بعمل العكس، أم دكتيتك مشيئتي على ربنا، ولو ما عملتهاش أزعل منك وأبقى زي ما أنت قلتي متعثر منك عشان أنت ما عملتليش وقلت في الكتاب هتعمل. في 4 كلمات محتاجين نحفظ، مش نحفظهم يعني نتأكد منهم. الله صالح في كل حال وفي كل أوان وصالح للكل. الله سيد، سيد يعني له سلطان أن يفعل بحسب صلاحه. الله محب ومحب للكل. الله عادل وعدله يفوق فكري ومشاعري ومعرفتي حتى. لو دول ثابتين وحصل حاجة بقول له ايه؟ بولس نفسه طلب 3 مرات من اجل الشوكة، قال له مش هتخف، قالوش خلاص انا مش هشتغل معاك بعد كل اللي عملته لك ده. عشان كده لو انا مصدق ان الله صالح ومحب وسيد وعادل، ده الثابت اللي بتحرك منه، مش لو عملت لي تبقى صالح، لو عملت لي تبقى محب. الرسالة اللي بقدمها او بسمعها في الكنيسة، هل الرسالة بتستعلن صلاح الله في الألم وفي المرض وفي الصليب، ولا صلاح الله وأنا مستريح وعندي كله تمام؟ فمحتاج أراجع رسالة الله اللي في حياتي ورسالة الإنجيل اللي أنا فاهمها، عشان أنا متعثر في الرسالة المغلوطة مش في المسيح ولا في الإعلان الإلهي. بس ممكن حد يقول هي ازاي يعني رسالة مغلوطة؟ يعني مثلا ما نمسك مزمور زي مزمور 91 الساكن في ستر العلي، وناس كتير قوي وقت الكورونا كانت بتصلي بالمزمور ده وماتوا. بالظبط، فدي حاجة تعبت ناس كتير. أقول لحضرتك حاجة، المسمور ده كان يعرفوه الشهداء ولا لأ؟ أكيد كانوا يعرفوه. هل الاستشهاد، وده برضه يخلينا نخص حتتين، إيه مفهوم الموت؟ يعني في عظة رائعة جدا للقديس كبريانوس، بسميها في العربي بسميها الموت الجماعي. كان في وقته في بانديميك صعب جدا، كان بيقول في روما بس كان كل يوم 5000 واحد بيموتوا. السؤال اللي احنا مش بنسأله لنفسنا، أنا ليه بصوم وبصلي وعايز أعرف وبروح أعترف وأتناول كل الممارسات الروحية دي بعملها ليه؟ مش عشان أروح الفردوس؟ يبقى ليه نصيب في السماء مع المسيح؟ الباب العالم سماه موت. الكنيسة بتقول ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. فأنا بسأل نفسي، هل الموت هو ده اللي عاملينه المزامير؟ إيه شهوة بولس إنه ينطلق؟ كان كاره الحياة؟ ديفنتلي نوت. فأنا محتاج تو ريفيزيت معنى الموت. أيام كبريانوس البانديميك ده قعد 14 سنة، من 249 لحوالي 263. يقول كده كلمة غريبة أوي، إنه كان المسيحيين كان ده لسه جوه عصور الاضطهاد الروماني الشديدة،
كانوا يروحوا يشتكوا للقديس كبريانوس يقولوا احنا هنموت في بندمك، احنا عايزين نموت شهداء، ايه الموت اي كلام دي؟ لانه مبقاش الموت هو الخوف، ده هو عايز يقدم ذبيحه لله. فبالتالي فكرنا الشرقي بصفه عامه كلمه الموت دي على طول بعد الشر وحاجات كده شكلها حلو، لكن لغت فكره ان الباب العالم بيسميه موت، وان كل جهادي انها تخش جوه الفردوس من خلال الباب اللي العالم سماه موت، والكنيسه بتقول ليس موت لعبيدك بل هو انتقال، انا خلصت الرحله بنعمه المسيح ودخلت الفردوس، تعالوا الي يا جميع. انه في باب مفتوح والمسيح فتحهولي، بس الدخول منه العالم بيسميه موت. طب كده يعني نعمل ايه في الايات اللي بتقول انه مش هتموت؟ لا اللي بتقول لو في حد مريض بنصلي له، نعمل ايه في الايات الكتير اللي بتتكلم عن الشفاء. معجزات المسيح والرسل بعد كده؟ بالعكس نستمتع بالاثنين. وهقول لك حاجه بسيطه، المسيح اقامهم من الموت، مش ماتوا تاني، صح. لكن اللي اقامهم من موت الخطيه رغم موتهم قال كده في سفر الرؤيا انه مفيش سلطان للموت التاني عليه. اوكي. فهل السؤال برضو انا فاهم القصه كلها ولا انا عيان دلوقتي وعايز اخف، او عيان دلوقتي ومش عايز اموت؟ هل انا شايف مع الكنيسه حتى في، لو تاخدوا بالكم بس دي بنقولها سرا، في سر مسح المرضى في الصلاه الاولانيه بنصلي من اجل المريض، في جمله كده مكتوبه كده بين قوسين وفي الهامش من تحت تقال سرا، وان اردت ان تاخذ نفسه، احنا مش جايين نقول ربنا ما تموتوش، احنا بنصلي من اجل الشفاء لان ده المنظور بتاعنا، لكن ربنا خده هيوديه فين؟ جعلناه مكانا في الفردوس. لما بنصلي حتى في هذه النفس اللي احنا مجتمعين بسببها نعمل ايه؟ افتح لها باب الفردوس. هل دي حين زمان لما كان في جرايد، معرفش في جرايد دلوقتي ولا لا، قلنا زف الى السماء نروح الكنيسه نلاقيهم بيصوتوا وبيلطموا، هي دي زفه السماء؟ ففي كده دايتكتمي في الدماغ انه انا مش مركب المعلومات على بعضها، ده لا يلغي ان احنا عندنا مشاعر ونحزن لفقدان اي انسان عزيز علينا. بس بولس قال ايه؟ لا تحزنوا مش خالص كالباقين الذين لا رجاء لهم. فانا بميز بين حياتي في المسيح وقيامتي في المسيح، وبان انا هتعرض لالم وهتعرض لموت يوما ما، صغير بقى او كبير او شيخ، دي مش دي المشكله. بس ده برضو ما يلغيش ان احنا نبقى بنصلي عشان حماية لينا ولكن مش ولولادنا. حمايه معناها اني مش هموت او مش هعيا، ولو عييت مش معنى كده ان الحمايه اترفعت، ولو مت امال مش معنى. الحماية معناها ايه بقى؟ اهم حاجه حمايه الفكري، ان انا مش متذمر على الله لما عييت. يعني بنقرا كده في قصه ايوب جزء من مشكلته انه كان بيرفع عيني نفسه، وبقت الخناقه بينه وبين اصدقائه الثلاثه الاولانيين، انت عملت ايه في حياتك؟ هي دي الخناقه؟ عشان كده في الاخر قال لهم كلكم معظون متعبون. ولما جه اليه وظهر صح 32 وبخ كل الكلام اللي اتقال، مش لانه صح او غلط، انه انا في فكره في دماغي لو عييت يبقى ربنا بيعاقبني، لو عييت يبقى ربنا بينتقم مني. بولس ما قالش كده، ده هو بالعكس شاف ان ده حمايه وحفظ لئلا ارتفع من فرط الاعلانات. فانا محتاج اقرا الحدث اكتر من انا اعيشه وخلاص، لدرجه ان بولس وصل ان الموت عطيه. بص كده كونص الاولى 3:21، بولس الرسول يقول لنا ان كل شيء لكم. طب ماشي، هتقول لنا ايه اللي هتديه لنا؟ ايه اللي لنا؟ بص يقول ايه؟ اذا لا يفتخرن احد بالناس فان كل شيء لكم. هنفتح بقى ايدينا ونلم، أبولس أم أبولس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت؟ حط الحياة والموت عطيتين، أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم. إزاي الموت يبقى عطية؟ عشان أنا عايز أروح الفردوس، مفيش باب تاني. حتى لما جه اتكلم في كورنثوس 15، طب في ناس هتبقى موجودة في المجيء التاني هيموتوا إن شاء الله، يعني في غمضة عين لازم يجوزوا في هذا الموت. فازاي انه بقت عطية تدخلني إلى الفردوس؟ طب وازاي الكتاب بيقول ان هو اخر عدو عدو يبقى؟ يبقى،
لأنه بيدخلني على الفردوس، كان من زمان بيدخلني على الهوية. فهو عدو ولا العطية؟ عدو في العهد القديم لما جه المسيح حول المدة الإيه؟ بالموت، داس الموت. المسيح جاز في القيامة عن طريق إيه؟ الموت. هنقوم إزاي؟ عشان كده بولس ليه بيقول في أصحاح 15 لازم نموت عشان هنقوم. ليه الموت في العهد القديم كان بيدخل الهوية، في العهد الجديد بقى بيدخل الفردوس؟ لدرجة حد من الآباء حتى مرة قال الموت في العهد القديم كان رحمة، في العهد الجديد بقى عطية ونعمة. إزاي رحمة؟ وربنا قال كده إنه بعد السقوط إنه آدم ما ينفعش يقعد في الفردوس تاني. طب نعمل إيه؟ قال لا، ليه؟ لا يأكل من شجرة الحياة ويحيا. طب وإيه المشكلة إنه يحيا؟ يحيا فاسدا إلى الأبد. فبقى موته وخروجه رحمة لكي ينتهي الفساد بأن يأتي المخلص فيحلنا من الموت والفساد ويقيمنا في جدة الحياة. طيب آخر سؤال في الحتة دي، يعني بتخيل حد بيسمعنا دلوقتي وعنده إحساس، هو ليه الموضوع كبير كده ويلخبط وليه ربنا صعب الوصول ليه، وليه الإيمان دي حاجة يعني بتتطلب مجهود كبير جدا؟ يعني ناس كتير بتصارع مع غموض الله من ناحية ومع عدم وضوح الكتاب المقدس من ناحية تانية، مفيش حاجات واضحة كده، شريعة واضحة، فكر الله ساعات ما بيبقاش واضح في الكتاب، فبيخلي الناس تتلخبط وبرضه تتعب من ربنا. يعني اعترض بس على فكره ان الله مش واضح او الكتاب مش واضح، لكن ممكن اقول مش واضح ليا. اوكي. في فرق بين الاثنين. ليه؟ الدليل اللي عندنا انه عندنا ناس على مدار عمر الكنيسه 2000 سنه، ناس بسطاء وناس متعلمين وناس نصف متعلمين، والكل استمتع وعاش قداسه كامله وعاش معيه حقيقيه مع الله. يبقى المشكله مش في ان الكتاب صعب، بالعكس اللي كتبوه ابسط ناس. عهد جديد معظمه كاتبينه ناس بسطاء، ما عدا طبعا بولس الرسول. العهد القديم فيه من جاني الجميز للملك للبسيط قوي للعميق جدا. والله هدفه ان احنا انه يكلمنا في اخر الايام، كلمنا في ابنه زي ما قال في عبرانيين. فهي القصه تبدا ببساطه شديده جدا، ان انا ما هقرا مع الكنيسه، لما هتعلم من الكنيسه بابسط طريقه ان انا افهم كلمات القداس اللي انا حافظه وانا عندي 5 6 سنين. الاقي نفسي وصلت الى اعماق الايمان المسيحي، وفي نفس الوقت ببساطه وبالعمق اللي الكنيسه عايزه توصله لي. الله مش معقد، ولكن انا لان فكري شرخ بعيد قوي عن فكر الله، وده اللي ايه بوضوح قوي عند القديس اثناسيوس في كتابه ضد الوثنيين. ان الانسان وصل بيه الامر حتى اخترع شرور، فاختراعي للشرور ومعايشتي للشرور دي خلت فكري بعيد عن فكر الله. فالشطارة إن أنا لما ببدأ حتى أقرأ وفهمي على قدي، بحاول كده تجرب الأفكار الشاردة اللي جوايا دي وأحاول أقربها من فكر الله. أكيد بتفرق من واحد للتاني، تفرق من الكواليتي أوف تايم اللي أنا بقضيها مع الله. هل بعد قريت الإصحاح بتاع النهارده الحمد لله، ولا ممكن اقعد في الاصحاح ده يوم وساعه وساعتين واسبوع؟ في الاول ماشي هقرا كده قرايه سطحيه، لكن هل تفضل طول عمري بقرا القراءه السطحيه واقول ربنا صعب وربنا ما يتفهمش؟ كان زمان في واحد كده يسموه ما كان الخدام يجي يفتقد ولاده يقول لهم تعالوا بتوع مدارس تصعيب الدين جوه. الموضوع مش تصعيب، بالعكس. ازاي؟ انه حتى في حياة القديسين لما نقرأ عن القديس يوسف اللي كان قاعد مع الأبد وقال يكفيني النظر إلى وجهك، ده معناها إيه؟ مش محتاج كتاب، أنا شفت المسيح في الوجه اللي قدامي. فده يمكن ما نحتاجه وما إحنا معتازين إليه في ذلك الوقت. فنشجع بعض إن إحنا نحيا المسيح فيرى فينا، فزي ما بيقول كده بولس تظهر حياة يسوع في جسدنا البائد. ده اللي إحنا محتاجين نعمله ببساطة، فيدخلنا لعمق الكلمة برضو بسهولة أكتر. بس ممكن حد يكون يعني بيسمع برضو ويقول دي خبرة قدسك، لكن أنا كشخص بصارع مع معرفة ربنا، بفتح الكتاب بحس بطلاسم،
بتلخبط، بقرا اراء مختلفه لناس دارسه في اللاهوت، بتيجي اسئله بيقولوا لي ما فيش اجابات عليها، بصلي مش بحس بربنا، يعني يعني بيبقى فيه خبرات كتير مختلفه بتعزز فكره انه ربنا مش واضح، او بعيد. انه بعيد او غامض، او محتاج مجهود كبير قوي عشان نعرف، بس يا دوبك يعني ايه نعرفه من بعيد كده. أكيد إنه مفيش واحد زي التاني، ولكن هي المشكلة إن أنا عمال أحط أسئلة ومصاعب لنفسي عشان ما أبدأش. ماشي، صليت مرة أو اتنين وحسيت إن ربنا مش سامع، قريت مرة أو اتنين وحسيت إن مش فاهم، عملت إيه؟ سكت. وبعد 3 سنين حضرت مش عارف وعظة ولا مؤتمر، وقريت يوم أو اتنين وحصل نفس الحكاية. ففين جديتي أنا إن أنا عايز أكمل؟ كتاب بيقول والله عنا ليس ببعيد، مش هينفع تبقى أنت صح، ربنا بعيد. لا مش بعيد، والله سامحني مش تايه بدور عليه، أنا اللي تايه هو دور عليا وجابني. اتفرج مثلا على حلقة في اليوتيوب، ولا اتفرج احضر مؤتمر، ولا احضر وعظة، عملت ايه بعديها؟ قلت اهو كلام. فالجزء الانساني اللي عليا انا مش عايز اعمله، انا عايز السماء تتفتح من ظل الملاك ويقول لي شوية كلام كده ويدخل لي الانجيل جوه دماغي، مش هقرا. ما تنفعش. الكنيسة بتعلمنا وكل الاباء اللي قبلنا، ايه اللي فرق اي قديس عظيم من اي واحد زي حضرتنا كده بيحاول على قد ما يقدر؟ عندهم إنجيل تاني، هو عندهم قداس تاني، بيتناولوا مسيح تاني غير اللي احنا بنتناوله، لكن في خد الموضوع بجدية. في واحد يقول مش دلوقتي، ما فهمتش، أصلي ما بفهمش. احنا في وقت فعلا محتاجين نشجع بعض، إنه زي ما قال بولس الرسول في عبرانيين 10:25، غير تاركين اجتماعاتنا كما لقوم عاد، بل كما ترون أن اليوم يقرب. لو أنا مصدق إن إحنا هنتقابل مثلا بكرة، وفاضل في عمرك 100 سنة، بكرة هيبقى قد إيه؟ 100 سنة إلا يوم، يبقى قربنا نحو السماء، نحو لقاء العريس. بس لأنا مش ضامن هما 100 ولا هو يوم واحد اللي فاضل لي، فبقى في شوق ولهفة أكتر إني أعرف اللي رايح رحلة النهاردة أسبوع ولا يومين حتى، بيجيب 50 كتاب وخمسين مش عارف إيه عشان يعرف هيروح فين ويعمل إيه ودي بكام ودي بكام. رايح السماء مش مجهز الشنطة ولا مجهز كأننا كده. بنستخسر يعني نبذل مجهود في العلاقة مع ربنا، بس ممكن نبذله في حاجات تانية. ورغم ان انا بقول ساعات انه في مثل كده عند في الفكر اليوناني، الاساطير اليونانية، جملة كده جميلة بيقولها انه كامبارو صار صديقي. كامبارو ده زي عزرائيل في الاساطير العربية. فبيقول هو ظهر لفلاح بسيط عزرائيل ده او كامبارو، فقال له عايزين نبقى اصحاب، ايه شروطك؟ فالفلاح البسيط قال له اوعى تيجي على غفله. قال له خلاص بقينا اصحاب. فعاش عمره كله يقول كامبارو صار صديقي. جه في يوم جاله كامبارو عزرائيل ده، فقال له احنا اصحاب، وانا قلت لك اتفقنا ان انت مش هتيجي على غفله. قال له ما جيتش على غفله، مش انت عييت من سنه؟ كنت اقول لك انا جاي. مش حضرت الجناز مش عارف مين من 6 اشهر؟ كنت اقول لك انا جاي. حصل معاك كذا. فالله كل يوم بيقول لي انا مستنيك، مستنيك ترجع، مستنيك تاخد الموضوع باجتهاد، لانك انت جاي، بس انا عايزك تيجي وتبقى فرحان بالمجيه ديت، مستعد للقاء بتاع العريس السماوي اكتر من انه انا خايف. في زيارات المرضى بالذات بيبان قوي الانسان اللي عايش مع الله فرحان ومستني السما فعلا، والشخص اللي عم كانه لما هيكشر يزرجن مع ربنا هيزق له البتاع 2 3 كمان يعني.